صباح الخير. أقولكم العالم كلها ركود، ما حد واعي إلا أنا. أنا والله واعي من صباح الخير، أنا وهالعواوين. ومن نشيت ما صليت الصبح ما يعني رقاد، شبعان رقاد، راقد من وقت البارحة. كل يوم أصلي نرقد من وقت نحمنينا. قسم مال صلاح. برويكم المكان بين وبين ثلاث تفلد. على قولتهم ثلاث رياضات، ثلاث رياض، البيت اسمه رياض عندهم. المنظر هذا شوف، سبحانك يا رب، لا اله الا الله. بلادهم نخيل غريبه، كلهم عواوين. ما فسل الحين هذا عواوين، عواوين ما مفسولات الحين، مفسولات من سنين. الله هظني من يمكن 100 سنه ولا 200 سنه، ما اعتقد من جري الحين. اتذكر حجرة صلاح وين، نسيت قسم صلاح كم حجرته، كم رقمها اصلا نسيته. احيدني في الليل يوم ييك دخلوني في الخناخيش، لفت انتباهي هالعواوين. لو فحال بعد بصيركم. والله كان تبون الصدر ما برام يدق على العرب، خاف الا ما بفوت. ايش بسوي انا؟ اقطع الشك في اليقين، بيصير الريسبشن وتاكد في يظهر بيت حد، واكيد هالفلال ابوي هالبيوت ما بيسكنون الا ابوي بالتيار ومن المشايخ، ولا في احد يفاتر علي. صباح الله خير. ما في على اصباحينا، لا بس شوف الشكل ديال الصباح. ان شاء الله توكل على الله، ان شاء الله كل هذا تروينية. الحين مشيتني انت اللي مودني البحر المكان هذا يا غير، وانت تمشي ترمس ترمس وخليتني راسي دار. اسهل الاسات ضيعت الحين. يلا انزين، هذا نفس الخنخوشة صح؟ هاك اللي عند العواوين، عند النخيل هذيك صح؟ انزين، ما طاع يفتح الباب عيل، هب ما دق على الباب ويظهر ما بيتهم. ايوه شوف شوف، انا رحت الباب هذا، ها رحت 25، ترى هذا ما دقيت على العرب. يا صلاح، 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 قسم صلاح ان عندهم لفت. صلاح عنده لفت وانا ابوي ما عندي لفت. Good morning. قبل بيك ليه؟ بيصلي؟ زين تريا. زين يلا تريا تحت، ها؟ يلا يلا. صباح الخير صلاح، شو مالك بخير؟ يا بعد حلو حبيبي، حلو زين حبيبي. يلا يلا انزين بترياك ترى جايين حق ناخذك. الله من محل قلنا دقيت له شكرا. انا انا زين اخي. يلا صلاح نحب ننزل معاك ولا ننزل بالدري؟ لا بقعد ما نزل، ما حبينا ننزل تحت دري. غرفه ملابس حقهم صلاح. طيب ما ربيتكم من غرفه صلاح كيف؟ حمام صلاح اكبر عن حمامي. ليش؟ عشان ذوي الاحتياجات. ايوه ضرب الله تعدوك يا صلاح، يحبك مركز خير. ايوه شو اللي يميز حمام صلاح عني؟ الحمام هذا ديال الحجاجات الخاصه ما يكونش فيه الزجاج، ما يحطون زجاج. الزجاج ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. يا صلاح ها غرفتين ملابس، واحده داخليه واحده خارجيه. حليلك يا صلاح، وها بعد مكتب حاطين له. الحين عند جميم العواوين. فوق عاد حوض وين تخاري؟ بتذكر لسك دقون من هناك حبيبي افتحها. ها هذا يلا يلا دقه يلا افتح يلا دق بس افتح الباب طلق يلا. ايوه شفت العود، انا العود بكبري ما عرفت. يلا اخطف عاده دو المسلسل، هدو تراه وياكم، هدو ياكل عشاكم.
وين رايحين بالضبط؟ احنا الحين رايحين لمطعم الافطار اسمه لا طابل. لا طابل هي المائده باللغه العربيه. ايوه. هو اللفه يكون بوفيه ولا بالطه؟ افطار على كار، يعني نتوما كت يعني كومبوز يور بريكفاست، كتختاروا شنو بغيتوا تاكلوا. مزيان. يعني كاين جايين مخصوص لاكل كل شيء مغربي نبغي. نحن عندنا خبر انه، ونحن على فكره في مطاعم وايد مغربيه، لكن لا تجيد نفس الطبخ اللي موجود، نفس الطبخ الموجود في المغرب. لان اللي عندكم يعني مثل خذ الشيء من اهله. انا طبخ المغرب بالبرودكت ديال المغرب، يعني أيوة. خضر المغرب، التوابل ديال المغرب، يعني كل شيء يعني مغربي بمغرب ديال المغرب. لازم تاكل الاكل المغربي من الارض المغربيه. مش يعني ويكون طازج المغربي، لانه لو تاكل اكل مغربي في دوله ثانيه ماشي نفس الطعم، غيتغير الطعم ديالها. سبحان الله. يعني اللي يجيكم ينسى الرجيم، ينسى الرجيم ولا يدير الرياضه اكثر. ولا يدير الرياضه، ينسى الرياضه. ما ينساش، خصو يديرها بالعكس. كيف يديرها؟ متى؟ وين الوقت؟ غياكل بزاف، ماشي وقت. قسم شو اسم المكان هذا احنا اللي فيه؟ هذا بعد هذه ارت جالري. جالري ارت جالري بعد. السلام عليكم. صباح الخير. هذا القسم اللي بنتريه، هذا قسم الافطار. هذا قسم الافطار. السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. السلام عليكم. لا اعتقد نيرس نحن عند عشان نشوف نشوف المكان الخارجي. زيد كرسي، زيد انك قبل تسلم على الجماعه كلهم. يا ربي يا صلاح، يا صلاح انت يجلس هناك ولا هني؟ افطر معنا. انا اوريدي افطرت. ما شاء الله عليك. بس ممكن نبقى معاكم؟ ما انت شوف اللي يريحك، تبغى تجلس ويانا مرحبا بك وسهلا. نريد عشان نشوف الحدائق ونشوف السبا. ان شاء الله الفطور نروح معاكم تشوفوا كل شيء. توكل على الله. مرحبا بكم ونوريكم الحدائق. لا بيد عسل. زين نبغي مغربي. مغربي. فطار مغربي. مغربي. شو بإمكانك تجيب لنا شيء مغربي؟ شو بتعطيني فطار مغربي؟ احنا ثلاث اشخاص. نقدر نسوي شيرينج. اول شيء راح ابدا لكم بالحريرة. زين. حريرة صباح الله خير. في الفطور لابد نبدا بالحريرة. الحريرة العادية هذه. لا هي المتعارف عليها يعني. الحريرة المتعارف عليها. ما بروا من الشراء نستعملها من صباح الله، انت تبوتكم ما ما حريره ما برنا نشرب حريره من صباح الله خير. خلاص. زين شو الاوبشن الثاني؟ في طاجين. اها. بالبيض. اها. طاجين خليع. مع خليع. انزين خليع. زين واحد خليع. وبعد. نعمل لكم طاجين ثاني بالطومات والمشرومز. انزين. بالبيض. اها. بعدين. ثالث نبغي مغربي بعد. طاجين. مش لازم طاجين. نعمل لكم الكريبس. الكريبس المغربي المسمن والحرشة وال. انزين هذا نحن نبغيه. حاضر. في الفطور المغربي. الشاي المغربي مع النعناع. معلوم ان شاء الله. زي معناته الحين حط لنا كل شيء مغربي موجود عندك. حاضر. حط لنا اياه. مرحبا سيدي. البحث اجتمعنا مع ثريا وقررت بتعطينا جايد توداي. أيوة. زين الساعه 10 10 الحين كم الساعه؟ كم الحين؟ عندنا 8:10 دقائق. بس زين عليها ضروري يكون شخص متمكن وعارف كل شيء. فهل الاختيار صح راح يكون؟ اختيار صح ان شاء الله. ثريا مش ممكن تعطيك اختيار مش صح. بديت قلت لك ياسين صح؟ آه قلت. ياسين ما يخصها في أيوب؟ لا ما يخصها في أيوب. أيوة شو سوي؟ زين ما عليه. المهم أقول لك شو رأيك؟ مزبوط. مزبوط. شكرا جزيلا. مرحبا. هذا لأن ال أنا اسمي أمين. أمين مرحبا بك بأمين. أمين جزيلا. هذا الجام بأنواعه، ها كله هوميد. هوميد. هنا عنا الرازبيري جام. أها. الابريكوت جام، وهذا اهم شيء في الجام اللي عندنا الاملو. هذا الاملو. الاملو ايوه انا سمعت به اليوم شفته. الاملو عباره عن شو؟ كل العالم تتكلم عنه. الاملو هو مروكن جام باللوز والارجان اويل والعسل. ايوه. وعشان انتم بتحبوا المغربي مره ثانيه هذا شو؟ هذا الاملو زياده. ليش؟ عشان انتم بتحبوا الاكل المغربي. انا عملت لكم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا شكرا شكرا. بعدني ما شفت اللي جايب لنا هالاكسترا لزياده، تحرت له هذا وناوي اقول له يوم تحيد زين بلاك ما جبت لنا زياده منه، قال روح جايب فقير بلي يقول. العصير. تفاح، جزر، جنجر. زين؟ اجود ما عندنا في العصير.
توكل على الله يبنى ثلاثة. بارك الله فيك. مقطعين شي قطيعات برتقال على على كبر رايبة يا غير شكر شكر مع عيون. سبحانك يا رب. مغاربة متعارف الشاي مع الأكل متعارف عليه متعرف. خلاص عيلة مشوا على نفس سلككم، نحن جايين بلادكم نبى نعيش كمغاربة. تبع أنا بيبول شاهد شربها بعد شرب هذا. لا 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 شل أنا عيال يا أبوكم ثرنا نحن هالسنين كلها في هالسفرات شرق وغرب ما خليت بلاد أبوي عبارات. كنا نسكن في صنادق رغم إني كنت أسكن في فنادق. أنا لو كنت أسكن في فنادق ما شفت هالنمونة خدمة يا غير إن أبوي أنا أسكن في صنادق عبارة صنادق بالنسبة حق الفندق هذا بتن للخدمة نسبة للخدمة عبارة أبوي ماشي خدمة في كل فنادق العالم شارات الفندق هذا مستحيل. الفندق هذا والفندق اللي كنا فيه اللي في الرباط دار الضيافة هذا المكتب اللي نحن أبوي الله وفقنا وحجز لنا عنده ثلاث خدمات. الخدمة الأولية ثلاث مرات في آي بي اللي هو حازين عسب فيها هاي عطونا خصم وايد زين ويعني الله يحفظهم هل بالمكتب عطونا تنقلنا خدمة 3 VIP نونا في مكان من أروع ما يكون وبخصم ممتاز انزين. وشيء نوعين بعد خدمة عندهم اللي هي النوع الثاني والأول نحن الخدمة الأولى والنوع الخدمة الثاني والثالثة. الثانية خدمة VIP العاديين. النوع الثالث اللي هو الخدمة العادية للفنادق عندهم من 1 ستار لين 7 ستار خدمة الفنادق. في خدمة ثلاث مرات VIP عندهم يعني شيء خيال. من اشتلي من وصلنا الرباط لين الحين زاحوبنا يدهين لا تنشبين. من وصلنا وطت ريلنا أرض المملكة المغربية شيء عبالة بينا وبجماعتي اللي وياي اخوي صلاح وعبد القادر في عناية غريبة تبارك الرحمن منهم ومن عنايتهم. مزجهم هل بالمكتب هذا اللي هو رويال اكسبرس الحين بحط لكم عنوانهم ناس زينين وخدمتهم ولايتية بارك الله فيهم. حتى يبون لك جليسة منزل اللي عند عيال ويبين لس حد عندهم يبقى مديرة اعمال سكرتير اي بلد تكون في أي بلد تكون حتى اللي يلبسون يعطونك يتنقول لك اللبس بعد شيء اختيار له اسم بسموه غير أنا نسيته. المشاري وقت الشوبينج المشترى شيء ناس مخصصين يودونك الأماكن يعني حسب الطلب يعني العميل عميل مرفه بطريقة خيالية. العميل مرفه بطريقة خيالية بارك الله فيهم جزاهم الله خير. شو رأيك صلاح؟ زين. كيف عرفتني؟ ناس شافوك هنا في عندنا في الأوتيل. آه شو قالوا لك؟ قال لا أنت كوش أنتكم أخ إحنا شناك اليوم. بارك الله فيك. هو الحرشة. آه هذه الحرشة واللي في النص. الحرشة وهذه البغرير. وهذه المسمن. الحرشة بالسميد نعملها بالسميد وشوية زبدة. والبغرير بالسميد بس بالماء والأويل. وهذه نسميها المسمن. هي. المسمن مسمن بالدقيق وزبدة. ناخذوها مع شويه زبده مع العسل. هاي زبده عسل زبده مذوبه مع العسل ما شاء الله زعتر. يا سلام. ولا لو تحب تاخذوها مع الاملو اعرف عليه زبد مع عسل زبده مع عسل مع شويه زعتر ايوه مذوبه. بارك الله فيك. صحابك شكرا. هذا عاد اللي يسمونه الامل وانا كل حد يذكرني بو قال لي انا يا غير يا ابوكم هذا الامل شو باكلكم شو يا عيال المغرب أبوي وما يأكل من أكلهم أبوي لي المغرب شيء لا صار ولا استوى يا عيال حلال ترنا أبوي طول هالدهر الحين ما نأكل الدهر هذا اللي خطف علينا أبوي لا نأكل ولا عرفنا الأكل ولا شفنا الأكل بس اللي هناك قابضين كمان هذاك هلال وانت هلال ما نعرف إلا هاكل أنا أفضل لما أسافر بلد أكل أكلهم وشربهم أكتشف شيء جديد لكن ما شاء الله تبارك الرحمن من جيت المغرب ما شفت ولا غلطة في الأكل لا شفت غلطة لا في الأكل ولا في الاحترام ولا في الابتسامة ولا في البشاشة ولا في الكرم ولا في الجود يعني الله يحفظها من البلاد حكومة وشعبا عليكم نعمة الأمن والأمان وعلى بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين
بس راون الحين هذا الشو بالله عليك هالملحات اثنين ايوه إيه. هذا الشو من هن هذا عملتكم بالطماطم والمشرومز وهذا بالخليع هذا خليع اللحم المجفف نحن كلنا من في فندق احنا كنا في فندق اسمه دار الضيافه في الرباط نعم وتقريبا متقاربين الفندقين هذا وهذا انا ما يازلك الكلام لا اكيد هذا له طابع وهذاك له طابع هذا هذا كلاسيك وهذاك مودرن جديد تقليدي هذا تقليدي مغربي 100% بيور يعني ملكي بعد مش اي شيء هذاك كلاسيك لا مش كلاسيك مودرن ومش اي مودرن بعد مودرن ما شاء الله بمعنى الكلمه هاك فندقنا اللي كنا فيه في الرباط يعني جنان كلمه جنان قليله عندكم انتم تميز عن ان هذا طابع مغربي طابع مغربي ملكي يا ولد الحلال اول هدف عندنا ملك الملوك هذا الفندق يا ابوكم مبسوطين ونعطوا صوره على 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 على, 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 على الحضاره المغربيه على الاكل المغربي على كل ما هو مغربي في السفر فوايد وايد لما تشوف تتعرف على الاكل والعادات والتقاليد تكتشف عالم اخر انا ما كنت اتوقع تخيل اني انا بهرت من اللي شفته في المغرب من الحفاوه والكرم والناس والبلد ككل خاصه حاليا من كذا سنه جلاله الملك الله يطول بعمره مهتم في البنيه التحتيه للمملكه المغربيه زياده عن اللزوم ما شاء الله يعني مكثفين الاهتمام في البنيه التحتيه فاي بلد تكثف البنيه التحتيه تكون كفايله صلاح منو تكلم؟ حسة انتي سلم عليها حسب عليه به سلم عليه خالد اي خالد سلم عليه اي قال لي قبلي والي انزين سلام عليك بنت احمد بنت احمد صباح الخير يا ان شاء الله اقول حاطنك على هذا الحين على السناب يا اصورك وانا اتكلم يا رب البيت والحرام بلاد بلاد عليها رضوان من الله زادها العالم ابوي كلها تعبدها صبح ومساء رمت شو صراحه يعج خشمه حتى ناس والله بياض الويح عليهم والله يا حصه يلا نحن حاطي ريوق لبن تريق برد الرمسج اوكي مايا جبن شو جبن معز جبن غنم جبن معز معز زيت زيتون ايوه عاد انا لعبتي الماعز احب لحم عندكم غير عن غنم هو نفسه انتم تسمونه ماعز احنا في لا الماعز غير عن الغنم عندنا ايوه يمكن حتى نحن غير كنا غير يمكن تبن هذا جبن غنم ولا جبن ماعز لا انا كلام غنم زين يلا ها اذكر الله اقول لك سلمي على ابو محمد السلام عليك ابو محمد خالدي كيف حالك ابوي انا ما كبرت العين ام محمد ام محمد تبعت النعم اي ام محمد الله يبارك فيك هذا اللي ياخذ منه انا حنه ما حنه سهيله لا الحنه اللي ياخذ من خالدي لا ما اخذ طوطيه من اجل طوطيه انا خالدي مطرشنا طول عمره يا مبارك فيك قال تعالوا عند الحرمه الطيبه طرشنا قال تعالوا عند الناس الطيبين هذيل اللي في جبر الحرمان هذا شو هذا حنه حنه سهيله شو يسمونه حنا سهيلة لا الاسم عاد حنا سهيلة سهيلة مسوي الدنيا هي الحين حنا سهيلة ماتت سهيلة الله يحمم الخلاقين ايش كل الناس تشكر عليها عشان المتخل هي الميزة اللي فيها نعملها في الكأس اول حاجة سي ثرو قزاز بعدين في الـ في الـ في الاكسبريسو ايوه والرغوه حليب زي الكابوتشينو سبحان بس الله بس هي في كاس كل العالم قال لي من الامارات من الكويت من قطر من السعوديه كل المسجات اللي تجيني تقول لي اطلب نص نص ومش مش مش
مش لا لما تجيو للمغرب لازم تذوقوا نص نص. لازم. لازم تذوقوا شيء مغربي. بارك الله فيك. شكرا. لو رحنا مرح؟ لازم نروح للمول، لازم نشوف الاشياء، قصر الحصن، الابراج، لازم لو ما شفنا هالشيء زي لو لما ما رحناش للامارات. الامارات وايده، ومن اهمها برج من اهمها برج الشيخ خليفه. الله يطول بعمره. نعم، برج الشيخ خليفه من اطول برج في العالم. لا دبي ولا ابو ظبي الحين نفتخر بها احنا كعرب. الحمد لله. مدن تعطينا شويه، تعطينا كثير كثير من الافتخار. اللهم لك الحمد. مع الناس الامريكيين. الناس اللي جوا عندنا من احنا جونا الناس من جميع العالم، من امريكا. نعم. من بس لما يقولوا لنا دبي ولا خار، حتى نحس نحن من الامارات نحس بالافتخار. انا عن نفسي، انا خالد الخالدي، احس بافتخار اني وصلت المغرب واني تعاملت مع المغرب. كل كلمة جيدة قلتها في حق بلدي، وهاي إن كانتكم بلدكم بعد أنتم. مرحبا سيدي. الله اللي يعلم سبحانه وتعالى. إحنا كثير المغاربة يشتغلون. المغاربة لو ما كانوا جيدين ما استمروا في الإمارات. الإمارات دولة الإمارات اللي الذي لا يحترم القانون لا يجلس فيها يوم واحد. فلذلك المغاربة محترمين. شخص محترم يقدر يعيش في دولة الإمارات، واللي ما في احترام ما يقدر يعيش في دولة الإمارات. لأن الإمارات بلد قانون وبلد إنصاف وحق، وخايفين. بارك الله فيك. بارك الله فيك صلاح. والله كلام منو كلام وايد انت؟ حرام عليك صلاح، انا ما في كلام وايد. بس اكثر الناس اللي يكون كلهم الخليج، الاغلبيه الاكثر الحين الناس كثير من الخليج الجميل. ما شاء الله. لا وابشر الحين بيك الخير زياده من الحين وسايق. ناخذ السناب شوت تاعك عشان تبعوه. ما عندي مشكله بعطيك يا غير. شوف احنا نسافر كل بلدان العالم. المغرب اكيد شيء ثاني. من اي ناحيه التعامل المغاربه، تعامل المغاربه مع السياح خاصه قوسين الاماراتيين يحظون بمعامله شبه فائقه من المطار لين نوصل فنادقنا اي مكان. ميزه احنا الميزه احنا عندنا المغاربه معروف الاماراتيين ناس مثقفين الحمد لله، ناس 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 يتكلموا بطريقه جيده، ناس محترمين الحمد لله. عشان كذا حاسين بنفسهم، ما في عندهم الفشخره. بارك الله فيك. لو عندهم ما يشوفون هي سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. نص نص وصل. يا سلام على النص نص. هذا نص نص. يا سلام والله شيء جميل هذا النص نص. كل الشكر لك والتقدير. انت شو تبغى انت حين؟ لا شوي ما يمز. انا جبت لك كفر بس حطبت له ايضا من نص نص. بعد نص نص صلاح يبي لك. يا سلام. الحرمة سلام عليكم. ليش ما سألت على الحرمة؟ بخير. قلت لها سلام عليكم؟ بخير. قلت لها؟ زين شكرا. لكم بالنسبه حق هل بالمدخل اللي ساكنين ويانا في الفندق اللي بحط له شلون المدخن مشكورين وما قصر. لا بعد خريطه تعود وياه هبله مدخن زين يردون ابوي لكم مدخنكم. رد عليكم ما برايمين، ما بعارفين كم رقم بيتكم ولا شيء. الريال بعد نحيس ما طاع يخبرني لا المدخن من وين ولا من عند منو ولا شيء. يتريى قال ابدا لا انا ولا من تريى، خبرنا منو ما طاع يخبرنا. فحين ابوي مدخنكم ذاهب وطر شو حد يشله. شوف الغلا زايد من الشوق حتى وصل للقصي وفاق. شاع الحشاه وبعدي توق حرن غدا للصيد سباق. شوف الغلا زايد من الشوق حتى وصل للقى.
شاعل حشاه وبادي توق حرين غيتان الصيد الزبا. قوم صلاح يتريوني لهم أكثر عن نص ساعة، أكيد تأخرت وايد عليهم. ياس السحب بعد عندك ودونك. شوف أنت يا أبو السيكاي، السلام عليكم. أنت اللي بتطلع معنا؟ مرحبا بك. أنت قعدت السنة من الساعة كم؟ من 10 إلا ربع. تأخرت أنا عليك صح؟ لا لا لا، شوف نحن ضيوفنا. مبارك، كيف حالك؟ الله يسلمك. تم هالقطار. نعم. مبارك المهندي. نعم. والله والنعم فيك وفي المهندة كلهم. الله يسلمك. وفي بلاد نيت منها. الله يسلمك. الله يحفظك ويبارك فيك. حبك الحين بنسير تمشى مع الأخ هذا بطل هالي شوفه. نعم. وين بديل؟ ما أدري به. ما الفندق منسقين وياه. زين زين. هذا الحين هذا منو؟ بنا. أنا عرفتك يا صاح. كم عا؟ هذا كا كا. هي. هي. يقولك تعال تايلاند. لا 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 لا. يقول لك بدر المغرب تعال تايلند. لا ما عليك منه، خلاص قول له شاردار على تايلند، ما شيء تايلند، بس مراكو بس هب سايرين. الحين صلاح متفقين وقالين خلاص ما شيء بانكوك، بس المغرب بس. الحين تبغى تسير المغرب انت لو تبغى بانكوك؟ لا هني. اي شفت قايل يجيك وياك ولا؟ اي نعم ويا الاهل يعني. نعم ما شاء الله. ورب المكان يازلكم. لا يعني المغرب تصلح عائليه ولا ما تصلح؟ تصلح عائليه، انا اول مره اجيها. أول مرة فيها ويا أهلك؟ أول مرة. ويا زاتلكم ولا لا؟ أول مع أهلي، وأول مرة بعدها لي بروحي. ما شاء الله. أول مرة يعني انبسطتوا؟ نعم. يا زاتلهم العيال؟ نعم أكيد. أم أبوي المغرب عائلية، قلنا لهم قلنا لهم. عائلية 100%. وقالوا لا ظهروا من عدن، قلنا لهم زينة، قالوا طلعوا من عدن، ما يستوي. جونا مكالمات من خارج الفندق من الإمارات ومن دول ثانية، الناس فرحانين بهالشيء اللي سويته. الحمد لله. انتم شعب تستاهلون كل خير، فلذلك رب العالمين ان شاء الله بييسر اموركم ان شاء الله واستمروا على ما انتم عليه. الحمد لله احنا ان شاء الله نبقوا في نفس وفقكم ان شاء الله يعطيكم على قد امين امين. شوف الخاطر احنا ان شاء الله رايحين برجع اخر النهار. مرحبا. وبقى غنسوي لك الجاردن تور وكل شيء. لا تنسى ان شاء الله الجاردن تور بعد لما بكره بعد الفطار بعد ما تريد. لا بكره ان شاء الله. توكل على الله. مع السلامه. الكرسي منو حقه هالكرسي؟ هذا الكرسي منو حقه؟ ها؟ حق منو؟ حقك انت؟ زين. يوم بتمشي وبتتعب بتركب على الكرسي، مدامك ما بتعبان ما تبقى كرسي. اوكي؟ ماشي مشكلة؟ بارك الله فيك. وين دريول؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. يلا مع السلامة ابوي. نشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. انت ابوي تفيزر وياهم. انا بارك. ما احب اركب الا قدام، عسب اني انا بصور، لكن تحيس وجهك جداي حق نعرف نسولف، شو رايك؟ هو عندنا 15 دقيقة زين رايحين الحدائق ماجورين. شو يعني بالعربي؟ الحدائق افسان لوران. افسان لوران. بارك الله فيك، كم المسافة؟ هي المسافة 15 عبارة حدائق من تصميم ارسان جون جاك ماجورين اوائل القرن العشرين. تحفة من تحف مراكش. اللي هي شو اسم إيف سان لوران؟ إيف سان لوران. لأن المصمم مالها؟ المصمم صمم الحدائق في أوائل القرن العشرين ومنطقة الفرنسية، لأن المدينة كانت فيها جوج تاع المناطق، المدينة القديمة داخل أسوان والمدينة الجديدة اللي بدأوها الفرنسيين من 1912 إلى 1965. بارك الله فيك. فهمت يا صلاح؟ يا كذبك ما كذبك. صلاح يقول فاهم. شو راح يكون برنامجنا؟ وين بنروح اليوم ابتداء من الحين؟ الحين الساعة كم؟ 11. احنا نبدأ بالمدينة الجديدة. اها. يعني موجودين الحين. احنا الآن في المدينة الجديدة، المدينة الفرنسية. زين. سميوها الجيليز. زين. وغادي نديروا حدائق ماجورين. نحن بنروح نتمشى في الحديقة. حاليا وين سايرين بالضبط الحين نحن؟ الحديقة. سيدي بنروح للحديقة. للحديقة. زين. أخيرك يا أبو كلا تتكلم وايد فرنسي، تكلم شوي، حاول تكون تكلمني عربي دخيلة. العربي أنا ما هي عثرتنا ضعيف العربي، لأن في المغرب إحنا أمازيغ وشلوح وريافة. إنزين اللي يسميهم. وأنا نحن بني خالد. اسم البرابرة. البرابرة هذا الاسم هذا برابرة
لا يعبر عن اي شيء. هو اسم استعملوه الاغريق والرومان باش يسميو ساكنه هذه المنطقه من شمال افريقيا، لان البربري عندهم هو الذي لا يتكلم، اي بربري معناته لا يتكلم لا اللغه الاغريقيه ولا الرومانيه، يعني اجنبي ولا غير يستعملوه، لانه بالانجليزيه كي الاسماء كتكون موضحه. باباريانز وبربرز، باباريانز كانوا حد من اوروبا الشماليه يسمونهم باباريانز، باباريانز همجيين، ولكن هذا يعني جنجل، يعني جنجليه، ولكن هذا الاسم في التاريخ القوه كانت فكره ديال الهمج، ولكن قويين لانه هما اللي جاوا منهم الاقوام اللي خربت الامبراطوريه الرومانيه. مش معناته جنجليين همجيه، لا، البربر معناته الناس الاشداء الاقوياء، قويين ولكن ماشي نفس الارتستيك لايف بحال معناته انه اللي يتصرف بدون الرجوع الى ما فيش اسلوب، ما في اسلوب. يا رك الله، حين وصلت الفكره. فيزيكلي صح، كاينه قوه جسديه ما شاء الله، ولكن ناقصين تنظيم وناقصين السيفيزم. دراسه. حاليا في فرق شاسع بين السابق والحاضر، وفرق كبير ما بين ال الديفينيشن ديال البربر شكون هما في الوقت اللي سماوهم البربر والوقت الحالي. والمعنى عندنا احنا في المغرب، البربري ما يعني بزاف، لازم تسميه بالسميه ديال القبيله واللغه. أيوة. لان احنا كنتكلموا على ديال لغات بربريه ولغه عربيه، يعني المغرب نتكلموا خمسه اللغات ما شاء الله، خمسه المناطق، أربع مناطق جغرافية اللي كتنتمي لها هاد اللغات، اللي هي الأمازيغية والشلحة. الشلحة يعني تشلحيت، تاريفيت، تمازير، ولغة ديال المناطق ما وراء الأطلس نسميها لغة الحراطين. الحراطين يا ود حلال، نعرفهم نحن الحراطين، هاي الحراطين نحن بعد أبوي نعرفهم الحراطين يا عيال الحرطون. اللغة العربية جاءت ما تدرون شو اللي قاعد يستوي بين فترة وثانية. أنا حاليا مثلا في المغرب كل دقيقة يجيني اتصال من دبي، من الشارجة، من أبوظبي، من عمان، يجي اتصال مثلا والله نحن شركة مال ماي، أو نحن شركة نبغي نسوي ما أدري، يعني مال الدعاية الإعلاميين مال شركات، أرد عليه فأشوف رقم غريب، فمن أرد عليه أقولهم أنا خارج الدولة والموظفة هاي مصممة إلا تشرح لي عن، فمصممة انها تشرح لي عن المواضيع اللي الموضوع اللي تبت تسوي دعاية عنه، بالرغم اني اقولها انا خارج الدولة. لازم يكون في حل عندنا للامور هاي، ما تقدر تسوي انت بلوك على كل اتصال بيك، المشكلة هنا ارقام مميزة والرقم مميز شو بسوي. مش معقولة هاي شركات الدعاية تتصل وتحشرك هالحشرة كلها، مصيبة والله هاي. لا حول لا قوة الا بالله، لا بلا بلا بلا. اللي اقصده يعني خسر المكالمة على حسابي، تستوي المكالمة على حسابي، ما يسوى علي هنا والله هاي سالفة. وصلنا المكان اللي هو حدائق إيف سان لوران. إيف سان لوران، اوكي توكل على الله. الان هي من اختصاص الفونديشن، تصميم المزرعة هاي مال الرسام جون جاك ماجوريل ما بين 1919 و 1922. حاليا لمين هذه؟ الجزء اللي غادي نزوره هو الجزء الذي اشتراه إيف سان لوران 1983-1984. بارك الله. من البحر الأبيض المتوسط، المغرب يجي في الدرجة الثانية بعد تركيا ب 4500 نوع من الأشجار والنباتات. ديال الرسام أنه يجيب أشياء غريبة، أشياء ما تكون في شمال إفريقيا ما تكونش في المغرب، منها البامبو، منها النخيل، ومنها الأنواع الكثيرة من الأشجار. هذا اللون من صنع الرسام ماجوريل، لان هذا هو اللي بدع اللون، هذا هو اللي بدع اللون، وهذا اللون الان لون اكاديمي، هذا اللون اكاديمي لانه يتسمى ازرق ماجوريل. ازرق ماجوريل والله لون جميل، بيني وبينك لون جميل لانه خليط من مواد. هذا البامبو، هذا البامبو، البامبو الاخضر، البامبو ما يكونش في شمال افريقيا بتاتا، والان اصبح من ضروريات الحديقه المغربيه والحديقه، لأن النوع البامبو هذا دخيل،
كله داخل، كل هذا 95% من هاد الاشجار داخله. ايوه ولكن خدات الموقع ديالها في الحال. هذا المنزل، هذا منزل، منزل مال سان لوران اللي هو جزء من الحديقه الاصليه، ما حد يقدر يدخله، ممنوع. في حاله هذا الباب مال باب إف سان لوران، هذا الباب يعطي يدخل المنزل على بيت جوم إف سان لوران. لما كان إف سان لوران حي، كان إف سان لوران حي، كان ممكن تزور المنزل زياره. ترى متى مات هو؟ هو مات في 2008. قريب يعني بيت منو في داخل الفونديشن؟ كاين الفونديشن. شو يعني الفونديشن؟ هو لان صديق إف سان لوران بيير بيرجي، وكبروا مجموعين كانوا يعيشوا كثنائي. هو اللي خلق الفونديشن عشان تسير هذا البامبو الاخضر. الاخضر نزيل. وهذا البامبو الاصفر. وهذا بعض الناس يسميه البامبو الاسيوي والبامبو الافريقي. ايوه هذا الاسيوي الاثنين من اسيا، هذا الاخضر وهذا الاصفر، والاثنين اصلهم من اسيا. اصلهم من اسيا، هذو اللي عندنا في مراكش. يعني حاليا هذا مش الضريح ماله، هذا نصب تذكاري. نصب تذكاري. نصب تذكاري. ولا هو ولا هو وين مدفون؟ هو في فاريز. شو بهالشجره هاي؟ شو اللي يميز؟ من الاشجار الاصليه في مدينه مراكش، الحجم ديالها كبير، وهذو من الاشجار اللي اعتمد هو هذا النوع ديال الاشجار اللي هما البيستاشيو. اها هذا شجر بيستاشيو. بيستاشيو ولكن ماشي البيستاشيو اللي ناكل. ها هذا النوع هذا بيستاشيو ولكن اسمه بيستاشيو، لكن مش بيستاشيو. هو من العائله ديال البيستاشيو. البيستاشيو ولكن ما يعطيش الفواكه، هذا هو اكبر حجم في العائله. ولكن شوف ارتفاع هذا الخلق كم طولها. هذه الانواع كلها جابها الرسام في الاصل، جابها في اوائل القرن الواشنطونيا. واشنطونيا الفينيكس، هادو هما جوج الانواع اللي غمروا جميع المدن في المغرب، الشوارع الكبيره. الاصل تاع الحديقه اربع مرات كبير، وهذا الجزء اخذوه ويقولوا الناس بانه منزل برنار تابي. منزل منو؟ برنار تابي. منو برنار تابي؟ الاونر ديال اديداس. مال اديداس واللي كان الاونر مال ديال اولمبيك مارسي. اولمبيك مارسي يعني نادي، هذا نادي كره القدم معروف. انا ما اعرف. وكان الاموال ديالو، جزء الاموال ديالو لواحد المده ديال 10 سنين 14 سنه. و6 سنين من مليون عطوا 280 مليون اورو. حق شو؟ حق اللي يجيب فلوسه لما جمدوا ليه الرصيد ديالو. جمدوا الشبت هذا، تقسيم الممتلكات. زين من بعد الشبت هذا حق مال اديداس. لا هذا منزل عائله مغربيه. هذا حاليا البيت هذا حين. هذا البيت مع الحديقة، مع هذا الجزء الكبير ديال الحديقة. هي هذا بيت منو عاد من المغرب؟ عائلة معروفة جدا. بالأساس هذا كله كان حديقة واحدة. كله كان حديقة واحدة لأن. ومن بعد ما توفت وارثوه. باعوا أطرافه. أخذوا أطراف بحال. قدروا أن ياخذون الأطراف. أخذوا أجزاء. أجزاء من المزرعة. وهذا وما تبقى هو اللي شراه إيف سان لوران. أيوه الباجي خذاه إيف سان لوران. إيف سان لوران. هذا نشو مات عنه. هذا الان هو اللي مفتوح للعموم. كان مات عنه وحين منو يعرفه؟ لا من نهار شراه هو مفتوح للعموم، اشترى الحديقه وهي مفتوحه للعموم. ننزل للعبله، كان منو ماله حين؟ منو ملكه؟ من نهار شراها يا ولد الحلال، منو حقه هي الارض هاي حين؟ منو ملكه؟ الحين هذه الفونداسيون. منو الفونداسيون؟ اللي هو بيير بيرجي البارتنر ديالو. بعد شريته. شريك في سان لوران، هم اثنين متشاركين، هو مع ربيعه صديقه. صديق، هما كانوا يعيشوا انصومبل. يعيشوا مع بعض. انزين. إيف سان لوران مع بيير بيرجي، اللي هو من الناس اللي كانوا اكتيف في مراكش بزاف. انزين. اعطى كثير لمراكش. شو مات إيف سان لوران؟ مات إيف سان لوران. ورثه ربيعه. ورثه وباش يخلق واحد الجو.
خلق الفونداسيون فونداسيون الفونديشن فونديشن يا رب حش يا ابوك يبارك انت يا ابو كشكول ما بعرف فونديشن هي الـ هي الـ هي الفونديشن هي الفونديشن بيير بيرجي زي هي تسير الحديقه شوف انت يا رك الله بينا ممكن ايوه اخذوا حديقه هذا جزء من المنزل ديال يعني الحين القصبة هاي اللي نحن نسميها بري نحن في في لهجة الإمارات نسميه بري 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 هذا الأول يطلعون فوق كحراسة وك القصبة غير عن البري لا مختلف لأن القصبة القصبة هي شكل هندسي معروف في المغرب في الأطلس اللي هو الأصل ديال معناته شو محل شو شغلتها القصبة القصبة هي تقدر تكون العائلة كبيرة ولا تكون العائلة كتار كيسكنوا فيها هذا حين هذا انسبيريشن ديال البرج واحد من اربع الابراج ديال القصبه ما يكون القصبه لازم اربعه اربع ابراج فهمت يعني ماشي الحرس هي الاركيتكتشر هي الاركيتكتشر ديال الاطلس وفيها سكان مختلفين في حالات لان الان اكبر واجمل القصبات هما اللي قرب من مراكش واللي يمثلوا فيهم اكبر يعني القصر صح او بيت لا ماشي بيت ها شو عيال مجموعة من العائلات يسكنوا في بيوت صغيره ولكن عده عوائل تسكن عائلات كبيره في يمكن يمثل لنا مدينه صغيره ايوه وما دور من الواد ودائما على تل ايوه مبني على التل عشان يكون عندك انا يتراوى مثل قصر الحصن في الامارات قصر الحصن ولكن فيش دور عسكري فيه السكان نحن عادة الحصن يكون شوف الحصن شايل يضم العائلة العائلة المالكة أو العائلة الحاكمة الفقراء الأغنياء ما تتمثل به حتى الديانات الأصل كيكونوا ثلاثة ديانات ولا جوج ديانات في القصبة ما فيش مشكل ديال اللي يسكن في القصبة يعني إنسان يبحث عن السلم هي. لأن القصبة تعطيك الحماية بارك الله فيك لان هذاك هو الفورم النوع الوحيد ديال الاركيتكتشر تقدر تكون قصبه العائله وحده مثلا العائلات الغنيه القويه مثل ايت قلاوه مثل العائلات القلاوي اللي هما بانيين بزاف ديال القصب الحين اللي نحن فيه السناطوين هذا الفصاج الممر يعني الممر الحوض الان مغطي بال النينيفار يتغطى بالنباتات اللي تشوفها هذا هي سبحان هي تخبرها تكبر كل الحديقة عارف اسمه كمان نسيته له اسم ثاني شو اسمه هذا يظهر شيء خبر ويظهر ورد عقب شو اسمه الله يغرب له انا ما قرونيش العربية مزيان يا ولد الحلال ذكرت شو اسمه حتى دوم ظهرت عن دعاية ياكلون الورق ماله الورق ماله يسوون شاهي اسمه يا ربي تدري تذكرت شو اسمه لوتس لوتس ورقة اللوتس ورد اللوتس ولا البردي البردي قصب عجزني بخبرك اخطف خلي ولي انا نقلب لك لا تقلب ولا عندك خبر خلنا نسير ها صلاح يغلب ولا نسير هذا مثل لون البيربل بنفسجي الغامج ولا ازرق لا هذا نيلي أزرق. نيلي هذا نيلي هذا ازرق لون النيل صح هذا مختلف عليهم شويه انت تعرف النيلي من نيلي انديغو بعد يكون الانديغو ولا يكون كوبالت طبيعي اللي عندنا احنا في الثقافه المغربيه خليه يولي الازرق هذا حين ما بازرق هذا نيلي هذا ازرق ماجوريل يا رب البيت والحرام زين لما تقول هذا بيت كامل كم كبره؟ هذا هو المنزل الأصلي. هذا الكاكتوس آخر مستجدات في الحديقة. ها شيء جديد هذا من 10 سنين هذا. من 10 سنين. هي نعم. لا والله. في مراكش ما عندناش كاكتوس. هذا من أمريكا أتوقع. جميع المناطق. جميع أنواع الصبار. جميع أنواع الصبار لأنه في. هذا شو؟ هذا منزل الرسام بناه في 1900. من الرسام عادة؟
جون جاك ماجوريل حربي سالوران. المنزل تبنى 1935. ها هذا ما بناه الرسام. الرسام هذا بيت الرسام روحه. بيت الرسام الفرنسي. كان الفرنسي. هي. الوركشوب ديالو. هي. المرسم ديالو. المرسم والبيت ديالو. شوف أنت. بيت. الحين الرسام هذا بيته. يوم توفى الرسام تناهبوه. خذ أبوي كل حد أبوي خذ شيء. ملي مات جات الفرصة. جات الفرصة ولكن من بعد ما خدوا الناس الأجزاء من الحديقة. أيوة اللي لحق عليه في سان لوران. لما جاء من الحديقة وشراها. لحق على هالقطعة. أنا القطعة أيوة. شراها مع المنزل. مع البيت. وخلاه أبوي مزار. وفتح حالة سميت وفتح حالة اللي بيجي طمش. حاليا المكان هذا منو له؟ الفونديشن. الفونديشن منو؟ بيير بيرجي. يا رك الله. يا رجال. تروحك مصيب يا ابو. هو بيير بيرجي. يا صلاح عيست الوادب. عيست العرب بالسلامات. يمشي ويسلم يمشي. صلاح. أدريبك انت هني يلا هنزين صلاح ينسو حبيبي هني شوي وانا ها ما تبي تجلس ما يبي يجلس ابوي مغاير نشاط اليوم عنده مراكش تعطيك الحيويه اكيد مراكش تنام 4 ساعات 5 ساعات تكون كلك انرجي لان الطقس جاف هذا الرسم مال الريال هذا اللي توفى رسام كل سنه كان يدير عنوان الشو ديالو ايوا وجميع السنوات كاينه كل سنه لها شيء كل سنه يدير واحد اللي هو يرمز الاكتيفيتي ديال السنه ديالها يعني ها مثل رسائل راس السنه كل سنه كل سنه كل سنه, كل سنة 87 2004 من هاللوحات مال عيد راس السنه راس السنه ايوه من من من, من, من تصميم في سان لوران من تصميم ديال سان لوران من تصميم سان لوران شوف انت الف وتسعمية وسبعين يا ربي انا كم عمري هذه واحدة الف وتسعمية وسبعين انا عمري سبع سنوات هاي يوم ترسم هاي انا عمري سبع سنين انا باقي ما تزد معك ما ولد تزد سبعين شوف انت توك طايح كل السنين ها كل مال ابوي كروت اللي مصمم منها ان سان لوران مصمم منها وهذا متجر بعد هذا متجر كل شيء فيه اللون شوف كل شيء يميز هالبلاد ما يكون شيء درايشه لازم هاي اللي فوق هي إنارة وهي تهوية سبحانك يا رب شو تبع بول ما تبوي لنا الحين رجع بيت السالونار تبول عندهم أخي عليك عيب حبيبي ما يبون بيت العرب هاي مقهى استراحة هاي عبارة فندق لو تشوف لا هاي في مقهى وهل حجار شو مالك مالك منو اي أيوة والله شيء جميل وعافية والان اصبح ضروره في الحدائق المراكشيه اها حدائق مراكش حاليا لازم شجر البامبو والكاكتوس الكاكتوس اللي هو صبار اللي هو صبار زين ليش ما تقول صبار لازم كاكتوس انت تعرف ان الكاكتوس هو صبار ليش ما تقول لي صبار ليش العذاب هذا لان احنا الصبار ثقافه عندنا اوروبا مزيان يا ولد الحلا انا من اوروبا انا من ابو ظبي بارك الله فيك انا من دوله الامارات العربيه المتحده انا برضه عيستني مزيان اه
مثل الفرنسية انت بربري وانا خالدي خالدي راه عندنا في مراكش بعد بني عمي انا خالدي وخليد خالدي انا يقرا معايا خليد الخالدي والله عندك واحد يدرس وياك والله خليد الخالدي على اسمي على اسمك شوف انت تخصص مسرح مسرح انا كنت تخصص لغات وهو كان تخصص فنان كان تي فنان خفيف طينه رائع يا سلام وهذا الاسم الخالدي عندنا كثير في المغرب والله عندي صديقه كنيتها الخالدي سبحان الله كثير كثير عندنا اي خالد تلقى فنان غريبة. أشكال جميلة جدا أشكال جميلة ما نشوفها في دائرة حتى الدول اللي فيها الصبار ما تلقاش هذا مستحيل مستحيل هذا كوليكشن الكوليكشن مجموعة كله في مكان واحد مجموعة متكاملة سبحانك يا رب صلاح ارفع ريولك لا تسحب ريلك توبل سلم على العرب كلها صلاح عيب ما تخلي دخلنا تونا منه وهذا حين المخرج صلاح اكو صلاح ابوي قدامك صلاح لا تحاتي على عاد المخرج بس من هو الباب من هو الباب صلاح يتريح صلاح شوي شوي لا تتكود يا اصوركم بس البيت من خاري وشوف اللاين الواد مفكر هذه جاي تبي تزور بيت سان لوران نتغدى في مطعم مش ضروري يكون هاي كلاس نبغي الأكل المغربي 100% ما يهمني موقع المحل المطعم ولا يهمني الأكل تقليدي. التقليدي مذاق تقليدي مذاق مثل المنزل أبوك المرحوم ما فيش المشكلة رايك صلاح كده ها زين زين خلاص صلاح وافق تبغي تنجية نبغي كل شيء مغربي الله يسخر رقم هات شو تكلم الدارجة انت حد شو قلت له اعطني نميرة النميرة نميرة صغير للنمرة بعد هي جاية من الفرنسية احنا نتكلموا في المدينة نتكلموا الدارجة هاد الدارجة هادي خليط من جميع اللغات ومن لغات اختفت زين نتكلموا اللغة ديال القبيلة ديالنا تشاب حرمة والله عرفتها لا هذا مش تحت البرقع يلا من تحت البرقع قبل ان كان انت لا لا حرمة متعقد حيني ترجمت لك فهمتك. يعني ابدا تشاب حرمه عرفها من تحت البرقع فهمتك. يوم تعق البرقع تغني هنمونه دابا بحالك انا نضرب مع شي جابوني يا رك الله ثانيه ترجم كل الكلام اللي قلته وايد يهمني انا اللي ان تكلم بالعربيه مثل تسمع الميديا ولا التلفازه نسيه التعبير الحقيقي في المجتمعات ديالنا مثلا هو اللغه ديالهم ماشي اللغه اللي في التلفزيون ماشي اللغه اللي اللهجه المحليه انت تبغى تفهمني ان المخاطبه باللهجه المحليه قريبه للقلب اكثر من لهجه التلفزيون ايوه الان لما نكون انا نكون في العائله ديالي العائله الكبيره أيوة. هي في جزء في الجبال نتكلموا اللغه البربريه تتكلموا اللغه اللي كنتميو ليها احنا اللي هي الامازيريه ايوه تمازير لغه تسمى تمازير بعد غير عن لغه كاي من غير الحين او انك انت تتكلمني باللغه المعروفه الدارجه اول لغه عندي هي هاي الحين لغتك هاي الدارجه هذه الدارجه والبربريه ايش قال يعني ماشي بربريه هذه لغه تخلقات في المدينه باش يتواصلوا الناس من جميع اللغات هي في المغرب انزين دارجه فيها لغات مختلفه في البربريه البربريه لغه ماشي دارجه البربريه لغه صعبه يعني ماشي صعبه هما ثلاثه لغات ولا اربعه لغات عاطين بعد لهجتهم روحهم هادو عندهم لغتهم صهوم اسميكم عنصريين والله انتم عنصريين كانت تبصد حراطيم مساكين وحليلهم هذا اسم قبيله ماشي نعت والله وانتم ما عندكم نعت احنا ما عندناش نعت هذا راه اسم قبيله في التاريخ الحرطاني حراطين والنعم يعني ما شيء تميز وهذا لا ماشي كاين تميز في العالم كامل ماشي بلاصه ما فيها التميز ولكن هذا اسم ديال ثقافه ومجموعه يا ربي بس هو المعنى اللي فهموه الدراوي كيقولوا العزي لا ولكن راه الحراطين راه الحراطين هما الناس اللي هما دخيلك بس من التحرطين هذا كله فكر الله خلنا نرتاح يا ربي انت ما تعيز من رامسه الشلحه عاد ولا البلحه اصبر خلنا شوي نريح شو اسمك انت قلت لي انا سميتي عبد الجليل
عبد الجليل هذا اسم عربي اكيد عربي ولكن ماشي انت من النوع اللي انا من النوع اللي امزح واضحك مزح. هل انت تستحمل مزحي ام لا والله العظيم انت في عاصمه المزح يا رك الله تزعل مني ترى وايدين من المتابعين بيقول بلاك شي تواجع الرجال مرحبا والف مرحبا يا على الله يحافظ قلنا لهم فنانين قلنا لهم طيبين ما طاعوا تصدقونا كيف مراكش هي عاصمه ديال النكته وديال خفه الطينه ما تشوف العالم كلها تيكم لا الناس ابوي تبضحت والسوالف مراكش اسمها المغاربه كلها ما يقولوش مراكش يقولوا غاديين البهجه مدينه البهجه مدينه البهجه ما يقولوا غاديين لمدينه مراكش شوف غادي... لا اله الا الله زين احنا وين سايرين القصر الباهيه الحين سايرين قصر الباهيه قصر الباهيه في الملاح زين عباره عن شو هذا الملاحين في الاصل هو الحي اللي كانوا يقطنوا فيه اليهود زين وفيه قصر الباهين هادو يهود في الاصل يهود بربر لان في المغرب كاينين يهود من قبل الاسلام وكاينين يهود كان اليهود اللي جاوا بعد الريكونكويستا في اسبانيا بعد الفتوحات اللي وقعت في اسبانيا وبعد ما رحلوا اليهود والعرب من اسبانيا جاوا خداو اماكن مختلفه هنا في المغرب وهذا الحي هذا الحي اليهودي وهذا الهوتيل بعد هوتيل مال اليهود لا هذا غير هوتيل صغير لان هنا ما بقوا اليهود قلال 5000 ولا 4000 مراكش فيها يهود قليل مشاو هما اخر عائلات اللي كانت معروفه مشاو لكازابلانكا هادشي كله الان المسلمين ولكن في الاصل كان هذا الحي اليهودي يتسمى الملاح لانه في عبر التاريخ كانوا تجار السلطان كانوا يشتغلوا في بيع الملح يبدلوه بالذهب شوف انت كان يتسمى التجارة الغريبة لأنه كانوا يأخذوا الملح لإفريقيا لدول إفريقيا ويبادلوا ويعزنونه بالذهب يبدلوه بالذهب لحد قرون لمدة قرون هذا اللي يبدلون بضاعتهم من ملح لين ذهب اللي يبدلوا الملح بنفس الوزن بالذهب شوف ذكرتنا نحن تدري الأول اللي يشتلون أبوي من بلاد البحر يودون شسيف ويأخذون بدال أبوي لهم يابس شوف أنت شوف الظلم تفهمت شو قلت انا؟ يودون ابوي اليوبل والشسيف والرزيم يودون بلاد الرطبان الرطب يبدلون السح بسمك يابس. اي والله يا ابوك اسميكم انتم كنتوا عايشين عيشه. الحمد لله على النعم اللهم وفي نفس الوقت كنا كنبدلوا يا ابوك بس سكت ما تعيز. غير الملح من غير الملح. لا السكر بالرخام مع ايطاليا. والله كيلو سكر سكر مع كيلو رخام من ايطاليا من كرارة سبحانك يا رب اجمل رخام اللي كان موجود وفي جميع كنا نجيب الرخام من ايطاليا لجميع القصور في الامبراطورية ماشي غير مدينة مراكش جميع القصور كان فيها الرخام ديال كرارة تصنعون وانتو تصنعون الشكر وحنا نصنعوا السكر لان المغرب كان اكبر مصنع السكر قبل ما يكتشفوا امريكا وصلنا هالمكان هذا شو حين؟ هذا قصر الباهية ايه ونحن سارين الحين حق قصر الباهية طلع بتنزل ويانا لا بتم في السيارة؟ كلمة ثانية مينون منو قال لك مينون؟ إيلس حبيبي عاد تتعب؟ ما بتتعب يلا إلنا معاملة خاصة وين ما نجبل؟ ما يلسونا في ويا السير أبدا لأنه ويانا هالوحش ما شاء الله عليه هذا البطل أبوي وين ما يصير؟ كلهم ابوي هاي من الامارات على طول قالوا لابوي سلام بدخل دخل انت وهالابطال اللي وياك هو صلاح شو بي؟ انا صلاح ما بعد يا سلام هذا الخوف والتي سر الليمون في مراكش هالكثر السر اولا سر التغذيه والسر الجمال كناخذوا الزيت من الزهر هي هذا الزهر ناخذ منه الزيت الورد انتي ستريس مثل جاردينيا بينيفيك الوجه
ومن بعد يكون عندنا الاورانجز الاكل. ايوا لان مراكش تنتج 25% مراكش هاي تغذي ايوا 25% من الليمون في المغرب. شوف انت عاصمة الليمون الحين وين سايري؟ شو اسم المكان هذا؟ هذا قصر الباهية. منو مال منو بيته؟ بناه الوزير ابو احمد. هي بناء على 8 هكتار. والتقينا اخويا رضوان. شوف قصر كبير وجميل يعني جدا. منازل الفخمة ديال مراكش وديال المغرب. يعطيك فكرة على الديزاين في المنازل المغربية. هذا هو هندسة. أصل الهندسة المعمارية في المغرب، المعمارية البربرية في المغرب من القرن 12 إلى يومنا هذا. سبحان الله. من القرن 12 من وقت الموحدين هم اللي اختاروا هذه العناصر الجديدة في الزخرف. أيوة. ما كانش قبل الموحدين ما كان. الله. هذا الحين عبارة عن شو؟ هذا هو ما نسميه بالرياض. هذا الرياض. هذا هو الرياض. الرياض الأصلي. الأصلي في المغرب. يعني نفس اللي مسوينا نحن عندنا في الفندق مالنا. عندكم في الفندق. أيوة. الرياض. ولكن الرياض التقليد على هذا. كيختلفوا كي يكون عندهم هو أربعة ديال الغرف. أربعة الحدائق ونافورة في الوسط ومفتوح على الهواء. سبحان. هذا من القرن 12 الموحدين. فقير ياباني تقرير يتمتع بالمقومات الحياة اللي هي الأرض والماء والهواء. أيوة. هذه هي فلسفة الموحدين في المعمار. شرط يكونوا عندك المقومات الحياة اللي هو الأرض والماء اللي هي النافورة ومفتوح على الهواء. الماء والأرض والهواء مكونات لازم شرط لإقامة أي منزل. يا فقير يا غني لازم. أشنا هو الفرق؟ الفرق ما بين الغني هو هذه حديقة كبيرة. هادو زخرف جميل جدا. عندنا عندنا الجبس، عندنا العود منقوش، عندنا الزلي الايطالي. انزين عندنا فرم الرخام الايطالي اللي كان كيف يستطيع كيف يستطيع الفقير ان يبني بيت بهالشكل؟ للفقير تكون عنده عادية نبتة في كل مكان. وصحن صغير من الماء مفتوح على الهواء حتى ورا عنده المكونات الحية. حاليا بين بيت الغني والفقير الحجم والزخرف والرفاهيه ايوه يعني نفس الشروط تنطبق على الكبير والصغير. البيت الفقير يسوي الحجم هذا الكبير، يسوي شجره صغيره اربع شجرات ويحط في نصهم صحن صغير عباره كأن رياض من الرياض الكبيره مع العيال. الدور ما دار الشيء هذا وضروري السقف يكون مفتوح على الهواء. ايوه لوقت الامطار مهم. الامطار مهمه لان هذه المنازل مبنيه بالتراب. لان تشوف القياس ديال الحيط دائما عريض جدا لانه لازم واحد القدر من الهيوميديتي من الرطوبه لازم واحد القدر فالماء لازم الرطوبه لازم لو يكون يسقط سبحان الله لازم الرطوبه اللي هي عندنا 200 مليمتر في العام في مراكش كافيه لتحصين المنازل. نسبة المغاربة كبيرة اللي تزور هالأماكن لأن احنا كنعيشوا هاد الشيء، ثقافتنا كنعيشوها الحمد لله أنه لقيت اللي بيوقع أنا أشوفهم مش بس أجانب، أجانب ومغاربة. مغاربة من مراكش كيف يزورون هالأماكن؟ شو السبب؟ احنا وقعنا في حب معلومة مرة ثانية الهندسة البربرية وقعنا في الحب ديالها. حتى المنازل ديالنا ما يمكنش نديرو أرديكو ولا الشكل الأوروبي. احنا ثقافتنا من القرن 12 عندنا والان نكتشفوها مازال من جديد. سبحانك يا رب اللهم لك نعيشوا هذا الجمال. هذا اللهم لك الحمد. الموحدين خلقوا اكبر امبراطوريه حكمت المغرب من المحيط الاطلسي الى البحر الاحمر وثلثي اسبانيا والبرتغال وسيسيليا وجزء كبير من افريقيا. نعم. هذا امبراطوريه مراكش لان المغرب كله كان يتسمى مراكش. سبحانك يا رب. هما طوروا العلوم كلها واستغلوا هذوك العلوم في خلق ما نسميه الهندسة الموحدة من الجيومتري. جيومتري؟
الجيومتري نقولوا هلا نقولوا المات جيومتري الجبر اللي هو الجبر هاك الدراسات يعني الثقافات الهندسة وما يخلقوش الشكل البربري من القرن 12 هو هندسة أما بمقاييس مضبوط كل ما هو الورود والشجار نسميه الفلوريال هذا شرقي التأثير ديالو ما وصلش للمغرب بزاف جا قليل جيجا دائما يعني في يعني في الرسومات اللي لكم انتم ما فيها ورود ولا ازهار ما فيش ورود آه لان الزهور قليله جدا شو السبب شو السبب يعني الموحدين داروا قطيعه مع الثقافات الاخرى لانهم كانوا متطورين اكثر من هذوك الثقافات وكانوا كيامنوا انه يجيبوا الجديد من اللي كانوا يرسمون الورود في العصر هذاك كان الفورس مثلا الفورس كانوا معروفين بزاف بالفلوريال كانوا زين لكن المغرب رافضة تتعامل المغرب الموحدين ماشي الموحدين جابوا الجديد طوروا الموحدين ما معنى كلمة الموحدين هذا مزيان لأن الموحدين هما الإمبراطورية البربرية اللي حكمت شمال إفريقيا بربر من الأطلس من مراكش انطلقوا في حملة وحدوا المغرب وقطعوا الإسبانيا باش يعززوا الحكم ديالهم و اللي كانوا حاكمين بلاد المغرب حكموا من البحر الابيض من المحيط الاطلسي الى البحر الاحمر وتلتي اسبانيا ودول كثيره في افريقيا حاجه انهم طوروا العلوم وجابوا هالزخرفه المغربيه هما الاساس هما اللي حطوا قواعد الرسم قواعد الزخرفه كلام متى كان قبل كم من القرن 12 ال 12 وحين نحن قرن 21 من القرن 12 الى يومنا هذا المؤرخين احيانا باسم الموريسكيين اللي هو غلط هذا ماشي المور دو مورز ولا الموريسك ولا الموريسكيين هذا لازم يقولوا الموحدين لانه هما اللي جابوا التوحيد ماشي التوحيد في الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله هذاك مع سيدنا محمد التوحيد اللي هو الكوميونيكيشن اللي هو الاتصال بالخالق مباشره لانه خلقوا واحد مع انت صرت وايد في الغزر انا الحين ابوي شفت اللي بنشر ابغى بنشر توحلت مغرز فلذلك ابوي خلنا نغير يعني حاليا الوزير كان سابقا مش مثل الوزير الحالي لا الوزير زين الوزير سابقا يعني الوزير السابق اللي مقصود فيه اللي كان هنا موجود هو اللي يحافظ على الملك مدام صغير لين يكبر وينصبونه كان عنده دور اخر يقدر يكون نقولوا ليه وزير ويكون هو الناصح ديال الملك صديق وناصح ديال الملك لين يكبر وزير الوزراء رئيس الوزراء مثلا واحد الشكل قديم كان كيتسمى الوزير هذا هو التسميه ديال الوزير ما كانش وزير الفلاحه وزير الوزير شخص من قريب جدا من الملك هو الشخص الثاني بعد الملك هذا هو الوزير ما كانش وزراء هذا هذه المعلومه ما كنت اعرف شوف بين الممرات ها شوف ها مقسم أربع يدرات يقرها شوف وين ما تدخلها تهوية نحن حاليا انتهينا من زيارة قصر الباهية قصر الباهية حي الملاح نزيد الملاحين خلصنا منه وين نسير نمشيو القصبة ديال مراكش فيها القصر الملكي ندوزو من حداه وفيها القبور الملكية قبور أبوي نحن ما نبي نسير قبور أسكن وحيد الله من فوق نحن فوق هكذا كان يعيشوا الملوك يعيشوا الأماكن الجميلة سبحانك يا رب وصل أبدأ ما شلاقين حل ما يلقوش الحل يجيبوا عائلة من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون فيها في القرن 16 جابوا الدنيا كلها طالعة وين تكون عشية نحن وين الحين ساحة جامع الفناء سلام ساحة جامع الفناء سلام
حاليا هذا اللي يسووه اللي موجودين في ساحه السياحة. الفناء شو يعني مش الصناعيه الاصليين هادو تجار يبيعوا نحن بتودينا حق الصنايعيه اللي يشتغلوا مع ارفع ديزاينرز في العالم يصنعوا اجمل ما متروس نفرات لازم متروس نفرات الو في الليل شو بتقول انت في الليل عالم اكثر وين سايرين بالضبط نمشيو القصابين اللي فيه اقدم الناس يصابوا المشوي والطنجيه زين انا شو قايل لك انا ما يعجبني العجب لا هذا اصلي تقليدي مغربي المطاعم في مئات المطاعم هنا ولكن اوكي يعني هذا اللي يروحون للسياح هذا العاديات هذا عادي لكن انا بروح في وين جميع الكاليتي في انت تروح الاوثنتيك تروح الاصل ديال اكيد راح يكون زين من احسن ما جربت مراكش وهادو عندهم اوتورايزيشن من الكينغ المكان هو القصابين المطعم اسمه القصابين المطاعم كلها هنا ما فيش اسم تاع مطعم ايوه ها هذا السمن السلام عليكم السلام عليكم هذا الزبدة يعني هذا السمن زبده كاين هذا السمن هذا السمن هذا الخليع هذا خليع الخليع الخليع من اجمل ما يصوبوا الناس ويخليوه يعني يمكن تحتفظ به اكثر المجفف ومطبوخ في زيت الزيتون والشحم ايوا والتوابل ويمكن لك تخبيه وتسافر به سنه ولا سنة. هذا الخليع يتصاوب في فاس وفي مراكش هذا هما تاع المدن اللي كتعرف تصاوب الخليع تقلي في التاريخ تاع مراكش يتفرج وانت تدز بودنا من هناك هذا كيف هذا رصاصه وحدنا انت قال مني بعد تفاوت بالاسعار بينهم اسود هو اللي غالي هذا ولا هذا اغلى؟ اثنين هذا 24 وهذا 22 عندي وهذا الباقي 20 السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله يا حياك الله الله يعطيك ان شاء الله صحة صوبوا تحت الطلب ايوه هذا نوع قديم بربري زي الملكي وعندنا كثير ارى وليداتي ترى هذا النوع اللي هذي الابيض على طبيعي شايف كل الالوان طبيعيه وهذا سجاد من الاطلس الكبير بدون فرنش هي والنهايه دائما بالفرنش ايوه البدايه بدون ايوه بدون حاشيه ايوه بدون داري بدون داري الحياة والاستمرار اللهم لك الحمد وحبة كم مقاسة هاي كم مقاسة 3 على 4 عادي ليك احمر ملحك ما شاء الله شايف ما شاء الله شيء جميل ما شاء الله تبارك الرحمن وفي الحمد ارادك الحمد 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 اختصاصكم صوف صوف 100% صوف الحرير من النوادر من النوادر ايوه كنت شايف ايوه هو عاد لا تشد ولا حط احلى وحده في اللي شفت تنكل هناي هاي شوف هذيك ما شاء الله في نفس نسيج السلام عليكم اهلا وسهلا مع السلامه تعرفه منو بلا صاحبي وحالك عقد صداقه وياه سهلا صديقي اهلا وسهلا صديقي دين وين تعرف صلاح لا وين دبي دبي تعرفه يا صلاح شو هذا منال شو منال رمان شوف هذا كاين واحده بس في الفريغو تيبقى صلاح وين شبيته؟ الله وين شبيته؟ صبصمون عليه بودي وحده شوي شوي
ولا فرق ذوق والله. بعد واحد؟ لا يقول. المكان هذا شو كان أصله؟ هذا فندق كان ينزلوا فيه المسافرين اللي يجوا من مدن أخرى ومن بعض الدول. يتسمى الفندق هذا أو الخان. هذا يتسمى الفرنسية الكارافان سراي. هذا هو السرايا، السرايا القديم بالأخرين ديال دولة أخرى. أيوة. وحين يخليوه هنا، هنا يخليوه البهايم. البهايم وهم يطلعوا يسكنوا في الفوق. والآن تم ترميمهم. قلت اللون هذا؟ هذا اللون اللي أقول لك عنه نيلي. إنديغو. هذا اللي شفت اللون اللي راويك إياه؟ إنديغو، هذا لانديغو، هذا مسموم، مسموم ما تقيسوش. انتهت عاد الجولة مالت اليوم، جايين ما نسوى ساوي من التعب. هذا على فكرة الباب الجانبي مال الفندق. ثريا، ثريا صح؟ نعم ثريا. أقول لك ثريا في ردود أفعاليات كثيرة عنك أنت، تبغين تعرفين شو؟ شو؟ أهم ردود الأفعال اكتشفوا أول مرة يلقون فيه شخص يتكلم أكثر مني اللي هي أنت. أنت ما في راجل، ما الراجل ما يغلبوا إلا المرأة. أنا غلبتك بالكلام. إي والله أنا بهكذا نفختي لي راسي. نفخت لك راسك لأنه أنا عندي معلومات كثار، انا عندي معلومات كثار وعندي اشياء كثير 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 نقولها لك على التاريخ وعلى حضارتنا وعلى الاشياء اللي عندنا ممكن تتجاب. وعندنا وقت قصير يعني بدلوا نحكي لهم على الاشياء الجميله اللي عندنا، وان شاء الله يا رب يومين مش كفايه، لكن ان شاء الله نشوف الاشياء. ان شاء الله ان شاء الله بكره ان شاء الله يول بروح انا بكره ان شاء الله تروح للجبل. هي جبل أطلس. جبل أطلس يعني هذا تشوف القرى اللي لسه ان شاء الله مازال البرابرة ساكنين هناك، وممكن تزوروا ناس في بيوتهم. هذا اللي أنا أريده، تشوفوا ناس في بيوتهم وتشربوا معهم شاي وتشوفوا كيف مبنية بالطين، ويعني هم اختاروا هذا اللايف ستايل، هم اختاروا هذا العيشة هذه. وتشوفوا كمان قصبة تمدوت اللي هي إجبال عمل رحلة بالمنطاد حول العالم، واشترى هذه القصبة اللي هي كانت في الأساس محكمة تبع باشا كان يحكم جنوب المغرب. يعني هذا ريتشارد برانسون خاد المكان اللي كان يتحكم فيه بالإعدام وبالتعذيب، وعملوا مكان للسعادة وللفرح، وأوتيل ما شاء الله رائع. It has a view of all the mountain، يعني انت راه انت جالس في المطعم وتشوف كل سلسلة جبال الأطلس. ان شاء الله بكره راح نروح ناخذ كوفي هنا ان شاء الله. متفقين ان شاء الله انه يكون لوكال، تاكلوا مشاوي وتاكلوا طاجين مغربي بجنب الوادي. هذا وادي نسميه وادي وريكم، انتم ان شاء الله عندكم سائق شاطر ان شاء الله تمضوا معها وقت حلو. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا بكم. شكرا شكرا. وين بتصير انت حينه؟ فوق. شو بتصير تسوي؟ ما اسوي. بتصير ترقد؟ لا. ها شو عيد؟ صلح. ها؟ صلح؟ وما هنا مانا. شو بتسوي؟ صلح. تستريح؟ ما بترقد؟ ما تبغى يعد عليك خروف عشانها كل يوم؟ بتقعد يوم بتستريح. شو مسوي؟ شو مسوي تعبان من شو؟ وين تعبان؟ اه شو من بتستريح؟ جلس عندي. خليني روحي. هذا خلي ولي. باكر وين بنسير؟ نحن باكر وين بنسير؟ بنسير جبال أطلس. وين بنجلس؟ جبال أطلس. كله؟ كلهم بنسير. من زي صلاح؟ وين بنسير بكرة؟ عباس. عباس جبال أطلس. وما أعرفه يا رجال. تعرف تو قلت قول جبال أطلس. يا أبوك من الناس فيها البلاد تبتدي السهرة من الحين، ونحن بنرقد عنبو حد يرقد الساعة 8:30 9. ها وين وين وين؟ شو؟ أنا قر سود الله ترقاعك يا قليل أدب. شو صلاح؟ يلا صباح على خير. خليني روحي والله.